فيا إخوة الثبات، الثبات في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن في بمناسبة أو في مواجهة إقبال الناس على الإسلام الحق، إذ مر على الناس أحوال وظروف عاشوا فيها خرافات وضلالات، وربما عاش كثير منهم في بعد عن دين الله عز وجل، إما شيوعي وإما علماني وإما بعثي وإما اشتراكي وإما وإما، وقامت لهذه المبادئ الهدامة دعوات وإشاء دول وشعارات وإلى آخره، وكلها تبخرت في واقعها وتلاشت قيمتها في أذهان الناس، فأصبحوا لا يرون القيمة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا في الإسلام الحق. فاتجه كثير من شباب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها يبحث عن الحق، يريد كتاب الله، فهم أفهم كتاب الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئم الخرافات والشعارات الفاضية وأقبل على الحق. وحسب تصوري وإدراكي حسب أعداء الإسلام وأعداء السنة من أهل الضلال من الروافض والصوفية والأحزاب السياسية الخبيثة أدركوا خطر هذا التوجه إلى الإسلام الحق، وأن شعاراتهم كلها ستسقط وستتهاوى، فأعدوا العدة لصرف هذا الشباب بشتى الطرق والأساليب الباكرة لصدهم عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق إلى طرق وجواد يعني تبعد أو تقرب من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن صراطه المستقيم. وكثرة الجهود لصرف الناس عن الحق بعد أن توجه كثير وكثير من الشباب إلى المنهج السلفي بالذات، فقامت نشاطات خطيرة على خطط رهيبة، فصرفوا كثيرا من الناس فعلا عن هذا المنهج، واحتوته مذاهب تعادي هذا المنهج ولا تحب أن تقوم قائمة لهذا المنهج، لأنه الإسلام الحق الذي لا يبقى العبادة فيه إلا لله، ولا يبقى الاتباع فيه إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتساقط الزعامات الحزبية والطائفية والسياسية وما شاكل ذلك تتساقط، فلا يبقى لهم مواقع، فشمروا عن سعيد الجد ليتمحور الشباب حول رؤوس الطوائف والأحزاب وأصحاب الشعارات، وخدعتهم هذه الشعارات الفاضية مع شيء من الدنيا أيضا وشيء من السياسة، خدعوا بهذا، فصرف كثير وكثير، بل أقول نكس على عقبيه كثير من الشباب الذي بدأ يسير في طريق الإسلام الحق، نكس كثير منهم على عقبيه لأسباب كثيرة، منها ما ذكرناه ومنها ما لم نذكره، وأسف حصل هذا. وقد عرفنا الكثير والكثير ممن جاءوا إلى هذا البلد وكانوا على شيء من الاستقامة وعلى شيء من المنهج السلفي، فإذا بهم مع الأسف بسبب مصايد هؤلاء ومكايدهم صاروا من أهل البدع